رغم أن الأميرة ديانا لا تزال أيقونة الموضة الكلاسيكية حتى الآن، إلا أن هذا الفستان هو الأكثر شهرة وجرأة في حياة الأميرة الراحلة، والذي أصبح حديث وسائل الإعلام العالمية وقتها، ووصف برداء الانتقام. فما سر هذا الفستان؟ البداية جاءت بوجود خلافات كبيرة بين الأميرة ديانا وزوجها الأمير تشارلز، ورغم أن الصحف كانت تتحدث دائماً عن انفصالهما، إلا أن المفاجأة جاءت عندما أعلن تشارلز عن خيانته علناً. وجاء إعلانه عن ذلك في أحد البرامج التلفزيونية عام 1994، وتحدث أيضاً عن علاقته مع كاميلا باركر التي تزوجها فيما بعد. وفي اليوم التالي دعيت الأميرة ديانا لحفل في حدائق كسنغتون بلندن. قررت ديانا الذهاب للحفل بقمة أناقتها كعادتها، وأذهلت الجميع بإطلالتها الجذابة المميزة. اختار ديانا حضور الحفل بهذا الفستان الأسود الجريء الذي أظهر قوامها الرشيق وجعلها تبدو المرأة الأجمل في الحفل. وكان تأثير الفستان الأسود أقوى من أي رد فعل انتظرته الصحافة، واعتبر الجميع رد فعل ديانا على خيانة تشارلز مثاليا وراقيا للغاية. فهي لم تعتكف في منزلها ولم تبتعد عن الأنظار، واستطاعت ببراعة أن تخفي حزنها، وظهرت أنيقة جذابة وقوية لتغير نظرات الشفقة في أعين الناس إلى نظرة كلها انبهار بقوتها. وبعد انتهاء الحفل ضجت الصحف العالمية بصورة الأميرة في هذا الفستان، وتحدثت عن أناقتها وثقتها بنفسها بدلا من التحدث عن خيانة تشارلز لها. واعتبر بعض المتابعين أن ما قامت به ديانا درسا قويا لكل خصومها، وتعاملت مع ما قام به زوجها من جريمة بحقها بذكاء كبير. شاركنا برأيك، هل نجحت الأميرة ديانا بالفعل في الانتقام من زوجها الخائن؟